احنا في البرنامج حقنا بتاع الايمج اول حاجه الكونتينر الكام بتحوي الايمج، قلنا دايما الايمج بتكون جوا كونتينر. الكونتينر ضفنا لها الديكوريشن عشان يورينا شكل الفيديو. الديكوريشن ده بيعمل لي فريم هنا بوردر حول الكونتينر دي واحده ما كانت فيه، والعرض والطول زي ما هو 200 في 200. وجوه الايميج دوت اسيت نفس الصوره حقتنا الموجوده في الفولدر اي ام جي عملنا حاجه اسمها الفيت او البوكس فيت، فيت نقطتين بوكس فيت دوت شكل الفيت شنو. لما نقول فيل معناه بيملى الكونتينر، الصوره لو كانت صغيره قدر كده بيحصل لها استرشت بتتمدد بتملى الكونتينر اللي هي 200 في 200 دي بتتقفل تتملي بالصوره دي لما نختار دوت فيل. وفي خيارات كثيرة لو عملت بوكس فيت دوت بتجيك كلها اللي هي زي كونتين وكفر وفيل كل هذه. شفنا فيل مثلا اللي هي بتتمدد بتملى الكونتينر. الآن لو اخترت كونتين بيصير لك الشكل ده. الآن الفريم حقي هذا ده الفريم حقي، فلما نختار كونتين بتكون بالصورة دي، يعني ما بتملأ ما زي فيل ستريتش. عندي برضو فيت هاي ممكن تجربها، فيت ويد تملى الطول تملى العرض ولا أي حاجة زي ما هي، سكيل داون فاليوز كل هذه خيارات بتلقاها موجودة ممكن تجربها في البوكس فيت دوت الحاجة دي وتصير لك الشكل هنا. طبعا لو ما عملت بوردر في الكونتينر ما بتظهر لك الصورة لأنه البوردر بيوريك شكل الكونتينر قدر شنو والصورة قدر شنو. لو ما ظهرت البوردر ما هتظهر ميزة البوكس فيت. يبقى عندي البوكس فيت خيارات منها دي زي ما شفناها وكده خلصنا الايمج ويدجت.